أهلين أستاذ عماد. يا أهلا وسهلا. مساء الخير. سعيد مساء، كيف الصحة؟ تمام الحمد لله. شو دريت إنه نسيب المتني صاحب التلغراف زاركم بالجريدة؟ شباك، ليش ردة الفعل؟ بأكد لك إنه الموضوع مو مثل ما أنت متصور. كمان هلا أنا بعرف إنه بتعرفوا عني كل شيء، بس ما كنت متوقع أبداً إنه بتعرفوا كمان تصوراتي. لا لا، معناتها صار بدي قاعدة. تفضل تفضل شرف. يكون بعلمك يا سيد عماد انه نحن ما عم نراقب المتني لانه خايفين من اللي ممكن يعمله. نحن عم نراقب المتني لانه خايفين من اللي ممكن يصير له. كتابات الرجل الوطنية خلت عين السلطة اللبنانية تحمر عليه. شو قصدك؟ أنا متأكد إنه ممكن يثق فيك. مصادرنا ببيروت يا سيد عماد أكدت لنا إنه صدر قرار من أعلى مستوى بالسلطة اللبنانية بتصفية المتن جسدياً. ونحن عم نراقبه لحتى العملية هي ما تتم على أراضينا، لأنه هذا الشيء ممكن يعملنا إرباكات نحن بالأصل بيهنوا عنا. طب ليش ما بتخبروه للزلمة اللي ياخد احتياطاته؟ سربنا له المعلومة، بس للأسف هو ما أخذ الموضوع على محمل الجد، لساته عم ينتقل من مطرح لمطرح بدون أي احتياطات. هلأ إذا كان أصدق أن اتصل فيه وخبره بدك ما تواخذنا. أنا صحفي وبتهمني سمعتي. صحيح أنا صحفي وبلتقي مع كل شرائح المجتمع، بس أبدا ما بناسبني يطلع عني حكي أني عميل للشعب الثاني. طبعا هذا الحكي مع احترامي إلكم لشغلكم. معك حق، أنا فهمان وضعك ومقدره. طيب إذا كنت مقدره، ليش رميت بعبي هالجمرة؟ أنا هلأ شو بقدر أعمل؟ بصراحة والله العظيم ما بعرف شو ممكن تعمل، بس أنا حبيت خبرك لحتى تفكر معي بالموضوع، لأنه من خلال مقالاتك عن الرجل حسيت إنه بيهمك كتير. أكيد الرجال بيهمني وبيهمني كتير، وأنت هلأ حطيتني قدام خيارين كل واحد منهم أسوأ من الثاني. يا اما بدي خبره واطلع عميل لكم، يا اما بدي اسكت وساعتها اذا انقتل رح يضل دمه برقبتي طول العمر. مره ثانيه يا سيد عماد برجع بقول لك انه انا فهمان وضعك ومقدره، بدليل انه من كام يوم انا حكيت مع فخامه رئيس الجمهوريه عن الصحافه الوطنيه، وكنت حضرتك واحد من اهم 3 صحفيين وطنيين. متاكد انا عم حكيك هلا بصفتي الشخصيه مو بصفتي الرسميه. جماعتنا اعتبروا انه مهمتهم انتهت لما حذروا المتني. المشكله انه انا معجب بجرأة الرجل، معجب بوطنيته، معجب بمواضيعه، وبصراحه انا كثير دورت على حدا احكي معه بهذا الموضوع. صدقا ما لقيت حدا انسب منك. بكل الاحوال اذا هذا الموضوع مضايقك خلص بلا. لا بالعكس، انت ما تواخذني على ما يبدو اني فهمتها غلط. ولا يهمك، على كل رح افكر الموضوع، بركي بيطلع معي شيء بالإذن. يا أهلا وسهلا، شرفت. سلام. يا مين أهلا وسهلا. السلام. الله أعلم. معلمي أنا بدي روح عزي بأبو عبدو. يعني إذا عزيت بأبو عبدو رح يرجع يعيش؟ كبر عقلك وروح على شغلك. يلا كلياتنا على الطريق، الله يرحم روحه. اهلا وسهلا يا بيك، شرف. كلمة بالله، انا اليوم طيارتي على اسطنبول الساعة 12 بالليل. خير يا بيك؟ منين بيجي الخير؟ بدلوا لي الحرس بدون ما اعرف، ما لقيته غير بنص الدرجة، قطع لي ظهري. المشاكل كثرت كثير وانا اعصابي ما عم تتحمل. عن اذنك. الله معك. بالسلامة. طيب ليش هنن ما بيبلغوا؟ بلغوه عن طريق واحد صاحبه، بس ما أخذ الموضوع على محمل الجد. إذا بدك الدغري القصة بتلبك، يعني الواحد ما بيعرف شو بده يقول. بس هيك موضوع ما لازم يندرك، يعني إذا ما مشان نسيب المتني مشاننا نحن، لأنه السكوت على هيك موضوع هو شكل من أشكال الجريمة.
خليهم يطلبونا يا بيروت. ماشي. أبو الفداء الله يرضى عليك، اطلب لي الأستاذ نسيب المتني من بيروت صاحب جريدة التليجراف، بس ما تطول الله يرضى عليك. تأجيل مأسوف عليه، لأنه الواحد ما بيعرف شو ممكن يصير. معك حق، أنا مرة كنت. ألو، مساء الخير أستاذ نسيب، أنا عماد زكي من جريدة القباس. بالمهلي يا أستاذي. لا يا أستاذ هي دعاية، بالعكس زيارة شخصية وطنية كبيرة مثل حضرتك شرف كبير لنا. الله يخليك أستاذي، أنا عم بتصل فيك بس بدي أترجاك تدير بالك على حالك، خاصة بعد مقالك اليوم عن تدنيس القوات الأمريكية للأراضي اللبنانية. كان مقال قوي كتير، فياريت. ماشي ماشي أستاذي، الله يحميك، يلا إن شاء الله بشوفك بخير. شبك، شو قال لك لنا أسد؟ قال لي بين المزح والجد عمر الشاي بقي. أهلي ولا بدك يعني تحجب وعود بالبيت؟ المكتوب ما منه مهروب لك ابني. فعلا المكتوب ما منه مهروب. وأهالي كرامي يقولوا لي قلب يا زين، يقولوا لي مرحبا. كأني سمعت البابا خبط من شوي، من عادة وهيب لما يفوت يقلب الدنيا على عبده. هم شو فيه؟ أكيد مزعوج. شوفي أبو عبدو، شبك وهيب؟ شغلت لي بالي. سمعتي الأخبار؟ سمعت. سوريا ومصر توحدوا، عقبال كل العرب إن شاء الله. بعدين أنت من طول عمرك بتقول إنه العرب ما بصير لهم قيمة إلا وقت اللي يتكاتف، وهلأ صار في وحدة يعني أحسن وأقوى من التكاتف. ما تفهميني غلط حبيبتي،
أنا أكيد مبسوط مشان الوحدة، بس شو؟ صدر قرار عن وزارة الخارجية بالجمهورية العربية المتحدة إنه ينقلوا كل السفارات للقاهرة، وبدمشق راح يخلوا بس القنصليات. يعني ليوبولد راح ينتقل على القاهرة؟ أي نعم، راح ينتقل على القاهرة. بدي أفهم، أنت ليش بتحسبي البلا قبل ما يصير؟ أمي مرة من حوزي، بحياتي ما عشت لحظة فرح لو إجا وراها غص. وقت اللي نجحت بالسيرتيفيك توفت أمي، وقت اللي انخطبت سحبوا لوهيب على الكويان، وقت اللي تجوزت توفى أخي عبده، وقت اللي جبت ابني عبده توفى ابني، وهلا وقت الوحدة بجوز وهيب يخسر شغله، بجوز يخسر صديق عمره. هو علينا لسه بتعيدي وبتزيدي بهالخراف؟ شايفتك عم تضحك. شو بدك يعني ابكي؟ يعني مبسوط لانك رح تنتقل على القاهرة؟ ليوبولد تعرف شو؟ إذا أنت بتنتقل على القاهرة أنا رح أهاجر على كندا. بصراحة أنا لسه ما اطلعت على تعميم وزارة الخارجية تبع حكومة الوحدة، بس أنا حبيت بلدكم كتير ومو بهالسهولة رح أتركها. توعدني إنك رح تبقى؟ طمني. أكيد بوعدك. إيه هلأ صار فيك تضحك على راحتك. لا تأخذي يا عبد الرحمن، تأخرت عليك، خليك قاعد. مبروك سيدي. الله يبارك فيك. شوف يا عبد الرحمن، صديقك السفير رح ينتقل للقاهرة، ومشان ما نخسر مصدر معلومات مهم جدا، أنا بشوف إنك تستمزج رأيه إذا بيتعاون مع المخابرات المصرية. سيدي سعادة السفير عم يتعاون معنا كصديق، ولأنه هو بيحب سوريا، ولأنه مؤمن بعدالة قضايانا. أصلا هو بحياته ما قبض مننا شيء. ثروته ببلجيكا وبجنوب أفريقيا بتعادل تلت ميزانية سوريا سيدي قبل الوحدة. مشان هيك سيدي يعني تكونوا فضلتوا علي إذا عفيتوني من استمزاج رأيه بهذا الموضوع، لأنه ما بيجوز سيدي نعامل هيك شخص نبيل على أساس أنه مخبر عنا. طيب طيب الله معك. احترامي سيدي. Yes, sir. Where is Wahid? I didn't see him today, Your Excellency. This is the first time he's being late. Call him and ask him to come to my office right now. Okay, sir. شو حبيبي عمر؟ شايفتك لساتك بالبيجامة، ما بدك تروح على الشغل؟ حبيبتي أنا ما رح أروح على الشغل اليوم. الموضوع لازم نحكي فيه. أنا آسفة حبيبي بس عندي مقالة لازم أخلصها، نحكي بعدين بيه؟ الصراحة أنت من وقت ما صرتي كاتبة عظيمة ما عاد فريتي لكل مواضيع. ثانك يو. شو بك وهيب؟ لتكون انت كمان زعلان من خبر انتقال السفارة على القاهرة. بصراحة الخبر كتير صدمني انا وفاديا.
تعودنا على وجودك بحياتنا، ما لنا قدرانين نتصورها بدونك. طيب ليك، ما في داعي تسافر اليوم معي على بيروت، روح على البيت وارتاح. أنا المساء عامل حفل عشاء وداعي عندي بالبيت، بدي منك تجيب فادية معك، وإذا فيك تخبر الست نورة وآل حردان وعبد الرحمن وعماد وعمر كمان، لا تنسى. ماشي. يكون بعلمك قراري اللي لازم آخذ رأيك فيه ما بيحتمل التأجيل، ومع اليوم للساعة واحدة الظهر لحتى آخذ قراري. فيا ترى بتحبي تتكرمي علي بدقيقتين من وقتك ولا باخذ قراري لحالي؟ شو تاخذ قرارك لحالك هيك؟ شو الدنيا سايبه؟ بصراحه انا مرشح للانتقال على قصر القبه بالقاهره. شو؟ تنتقل على القاهره؟ لك وانا؟ شو بك انت؟ بتسافري معي؟ شلون بدي اسافر معك وانا بطني لحالي؟ يا حبيبتي اول شيء السفر ما رح يكون فوري، يعني ما رح نسافر قبل ما تولدي وتقومي بالسلامه. بعدين انا لازم سافر قبلك، استاجر بيت وبعدين بيجي باخذك. وشغلي؟ يا حبيبتي شو بشغلك؟ يعني بتضلك تكتبي وانت هوني، يعني بتصيري مراسله الجريده بالقاهره، فشو قلتي؟ قلت لا عمر. يا بنت الحلال، هي فرصه ممتازه وما بعتقد انه تتكرر مره ثانيه، بعدين مصر غير الدنيا كلياتها، وهيك بتتعرفي عليها وبتشوفي اثارها. فشو؟ بالله شو؟ بدك يعني اترك شغلي ومستقبلي وقرائي وروح صح معك بمصر؟ إيه لا يا سيدي ما حذرت. شو يعني؟ يعني إذا بدك تسافر على مصر فسافر لحالك، أنا ماني رايحة معك. إيه رح روح وزنبك على جنبك. احترامي سيدي، مصيبة كبيرة. خير شو في؟ من يومين وصلتني استغاثة من أصدقائنا ببيروت مثل ما بتعرف، والمعلم كان مسافر على القاهرة وأنا ما عرفت شو لازم أعمل. إيه عم خطر ببالي إني هرب لهم شوية سلاح صهريج ومحروقات. الله لا يوفق شيطانك يا برهان. ولك بدون موافقة القيادة؟ إيه سيدي بدون موافقة القيادة. المشكلة الكبيرة إنه الخطة انكشفت والأمن اللبناني صادر لنا الصهريج. لا عم على الورطة يا لطيف. طب أنا شو المطلوب مني؟ يعني شو بقدر بعمل؟ بصراحة المعلم بيحترمك وبيشلك قيمة عنده، قلت لحالي بركي بتفوت معي لما بدي خبره. ايه تكرم عينك. ايمتى بتحب نفوت نشوفه؟ شو ايمتى سيدي؟ هلأ سيدي هلأ هلأ هلأ. شرف وأنا شبه متأكد إنه هيك فرصة ما ممكن تتكرر. مظبوط، الأحيان الفرص ما بتتكرر بس ممكن يجي أحسن منا. شو يعني ما رح تحكي مع ألفات؟ خيو مشان الله ما تحطني بينك وبين ألفات. ألو أهلين وهيب، ابن الحلال عن ذكره بيبان. يا سيدي وأنا مشتاق لك كتير. خلاص إن شاء الله متشرف. إيه ليك وعمر عندي هون، تفضل. أهلين وهيب، شو طمني كيفه عبده والست أمه؟ أي الحمد لله. يا سيدي من جهتي أنا موافق، بس يا ريت تحكي أنت مع ألفات. لك لا 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 وحياتك مو متخانقين، بس هي صايرة بتحب إنه تندعى بصفتها الشخصية. الله يسامحك، شو نسيت إنه نحن من جماعة تحرير المرأة؟ طيب يا سيدي يلا بشوفك المساء. الله معك. شو يعني مات؟ أنا وعدت الجماعة أعطيهم خبر قبل الساعة واحدة. ولهلا ما اخذت منك لا حق ولا باطل. هلا قل لي الدوري، انت مزعوج من شغلك هون بالبلد؟ لا شغلي ماشي حاله. طيب الك صبر على فراق الفات؟ كمان لا. معناها كل هوا وروح راضي مرتك. يلا بخاطرك. مع السلامه. الو نعم. أهلين أستاذ وهيب. إيه على عيني. يا سمير تليفون. مين؟ أستاذ وهيب. تحية. إيه أستاذ وهيب تحياتي. يا أهلين وسهلين. والله منتشرف. الله يخلي لي إياك. لا الست نورة نقلت من مدي على بيتها الجديد. إيه في رقم تليفون سجل عندك.
مبروك اخونا نسيب المتني، اخباره ممتازه وصار فينا نطمن عليه. شو صار رئيس حكومه؟ لك لا حبسوه. حبسوه؟ وين الشيء الممتاز بهالحكي؟ ركز معي هلا، مين اللي كان يشكل خطر بشكل جدي على حياه نسيب المتني؟ جماعه الحكم. وانت عيني، ولما جماعه الحكم بيعتقلوه شو معنى هالحكي؟ انت اللي شو معنى هالحكي؟ معناه انه ما عاد فينهم يقتالوه لانه صار ببطنهم، والحقيقه ما فينا تلدغ اللي ببطنها. معقول، في وجهه نظر. خير جميعا. صحيح. تفضل. مبين من وجوهكم انكم جايين توضعوا صديقكم بعد صدور قرار نقل السفارات للقاهرة. حقيقة أنا عرفت بقضية نقل السفارات قبل صدور هذا القرار، لهيك اتصلت بالقصر الملكي البلجيكي، طلبت منه أنه يتواصل لي عند وزارة الخارجية لتغيير تسميتي من سفير فوق العادة لقنصل، وبهيك بقدر أبقى بدمشق وبنفس الوقت بقدر حافظ على ترتيبي الوظيفي كسفير طبعا. بس للأسف وصلني الرد من لحظات، صني الرد بالموافقة، يعني أنا قاعد لكم هون. خوفتني يا شباب. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ليش حكيت لنا امك انك متي لما كنت صغيره؟ يا عمتي، امي تجوزت واحد من رفح وقالت لكم اني متت عشان ما تجوا تطالبوش فيه وتجوا تاخذوني. طب كيف قدرتي توصلي لهون؟ صلي 3 اشهر بالطريق، واليهودي بيسالوش الواحد لما بيكون طالع، والحدود بين سوريا والاردن جثتها مع الريان. كيف استهديتي علي؟ سمعت امي عم تحكي انه ابو زوجك تاجر كبير بالحريقه اسمه أبو عبدو خير الله، واللي بتمه يا عمتي لسان بتوهش. قولي لي يا بنت، أنت هربانة من دار أمك؟ ليش هربتي؟ أمي تركتني المدرسة وراحت تزوجني واحد أخذ قرابة زوجها. يا خسارة. وين عمي عبدالله أسلم عليه؟
عمك عبد الله الله يرحمه. اخ يا ربي لك يا رب هتلحقيني. شبكي رحيني شبكي ما فيني. طولي بالك طولي بالك. قديش بينكم انا والطلقان؟ رح يصيروا موصولين ببعضهم. ما طولي بالك ثانيتين بكون عندي. والله والله لو ما بتشبه اخوي فيصل الخالق الناطق ما كنت صدقتها. ايه معك حق، يعني اللي كان وحده تجي لحالها من خان يونس لهون على الشام والله شيء ما بيتصدق. انا ما قلت لك؟ ما هي كانت مخبي روحها باواعي شب، لو ما هالشيء ما انسطش. بتعرفي من كثر ما متحتك عمتك حسيت حتيجي لعنا وحده هيك جته ما بتفوت من الباب. ما هي الشجاعة مش بالجته، الشجاعة هون بالكلب. صباح الخير. صباح الخير وهي. صباح الخيرات. أنا صار لازم روح بس لأرجع منشوف موضوع زين. ميسرة وهي مع السلامة. شو هدول؟ أدبرتي بالمدرسة. أيوة إذا كانوا جبتيهم بدون موافقة أمك شلون قدرتي تجيبيهم؟ سرقتهم لأني بدي أكمل تعليمي. طيب يلا بس لأرجع منشوف شو ممكن نعمل. خاطركم الله معك. باي يا حلوين. إيش عم تفكر فيه؟ أساعدك؟ لا تخافي تقبريني. ما تخافي جاي بدالي تقبريني. ليش تأخرتوا لبعدني وراي؟ هيك صار انت الحظنا الثاني. عسى تروحي سخني مي قوام. يلا انت ساعديني. بخيلكم بخيلكم ما تفيني. فرجيني اشوف شغلك. مش كويسين عمتي؟ مش كويسين وبس ممتازين. ولك تزعى؟ امتى تعلمت تلقط العراوي هيك؟ ما تعلمتش ولا بمطرح. الو اهلين وهي. بالله عن جد لك تسلم لي. شو حنون ريتك تعيش وتجيب يا حق. ماشي مع السلامة موفق. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا زينب. على إيش؟ وهي بجيب لك الموافقة مشان تقدمي بروبي مع الطلاب الأحرار. ألف مبروك ألف مبروك يا زينب. لا مو بس هيك جيب لك كتب البروبي كمان. أنا بعرف لو أنت رضيت تروح على مصر ما كانت صحت لي هالسفرة، لهيك جاي أتشكرك. والله أنا ما بستاهل إنك تشكرني بنوب يا أبو عصام، لأنه صراحة أنا كان من قلبي إني سافر، بس للأسف زوجتي ما خلتني. يا سيدي بتشكرك وبتشكر زوجتك. ألو أهلين الفت شبكي؟ طيب يلا 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 جاي 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 بسرعة باي. إن شاء الله ما تواخذني يا ربع عصام. بس دقلي على وهيب حمدي بسرعة. لك وهيب حمدي رفيقي شباب. أبو عصام بدك ما تواخذني بس أنا مضطر أمشي. ألو وهيب الله يوفقك روح لعندي على البيت بسرعة. الفت عم تولد وأنا ما بعرف شو بدي أعمل. يلا يلا بخاطرك. مبروك اجتك العروس مثل القمر. ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك يا الله يبارك فيك. شو صار بالمي السخنه يا عفاف؟ لسه ما سخنت منيح. هاتي المهم ما تكون بارده. يلا انت ملاحظ انه ولدت البنت ولسه جناب الدكتور عاطف ما شرف لهلا؟ والله مالي عفان كيف انت قدران تتحمل براده اعصابه لهالزلمه؟ عمو مو معقول مو معقول. لا معقول من يوم يومه هيك من ايام ما كنا بالمدرسه سنه. يلا خاطركم. مع السلامة. بتصدق كل مرة بروح لعنده فيها بقول هي آخر مرة بروح لعنده، بس يا أخي الفت ما بترضى تروح لعند حدا غيره. بس ما شاء الله عليها ولدت بسرعة ما صار لها 2 ساعة حكي معي.
مبروك يا ابني، اجتك بنت يغزي العين عليها، ما فيها ولا عين. الله يبارك فيك يا خالي. اتركوها نايمة، برجع المسا بتطمن عليها. يلا نكمل. ايه يا اخي وهيب، ياك توصي لابنك يدير باله على بنتي لما بيروح سوا على الجامعة. ايه ما بده توصاية، رح يدير باله غصبا عن شوارب اللي لفظه. مدام جوا؟ لا والله يا دكتور، المدام مانا جوا، نقلناها على المستشفى الوطني، وجابت بنت سميناها نورهان على اسم المرحومة ستة. ايه سيدي الحمد لله. شكرا، شكرا كثير يا دكتور على همتك وسرعة استجابتك، كتر ألف خيرك. وهلا من بعد إذنك، في موضوع بدي ناقشه مع أخي وهيب. طيب عن إذنكم. ضربي سد ما يرد. لخمته للزلمة رح يطير عقله. عمرينه أخي، أنا فايت ألقي نظرة على البنت وأمي. طيب وأنا رح ألقي نظرة بالمطبخ إذا عندكم قهوة. يسلمك حبيبي. تشبع أمي. شلون هيك سميت أنا ريما؟ أرجعي لنا، أرجعي لنا. ما 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 وين ماما؟ ليك يا ماما. با حياتي. الحمد لله ولادتها لألفت كانت ميسرة. ايه الحمد لله حاكم، انا ولادتي كانت عسرة كتير. المهم انك انتي بالسلامة، مش كتير لها الأبا باي. ليالي تعالي اشربي معنا القهوة. شو بدي اقول لك خيام؟ انا مجهزة ديارة بناتية كاملة، ايش رأيك تهديها لصاحبك عمر؟ فكرة ممتازة والله. زينب وينها؟ عم تتحمم. يا زينب ما خلصتي؟ اه عمتي هياتي جاية. ليالي نعيمة. نعيمة نعيمة الله ينعم عليكم. عمك وهيب عم يسأل عليكي. ما بدك الكتب؟ اه بدي البروفي يا زينب، بدي هز كتاب والفحص بعد شهرين، فمشان هيك لازم تشدي حالك منيح، ونحن هون كلاتنا لازم نساعدك حتى عبده. يعني قصده عنا استاذ عربي بالبيت وبيساعدك. يا سلام، انبسطي يا زينب يا بنت فيصل، لو صحت لجدك ما مات. تسلم يا وهيب. ولو تعرب لي هالكلمه. ألو سمعت الخبر؟ صباح الخير. خير يا عمام؟ نسيب المتني شو بهو؟ قتلوا. يا فجري لما طل ملون بلون الفل، يا فجري لما طل ملون صحي عيون الكون محبوبي. امبارح كنت عم بقرا كتاب، مرت معي فكره لفيلسوف صيني اسمه مونجيكس. هذا الفيلسوف عاش بالقرن الرابع قبل الميلاد. ما بعرف ليش حبيت اترجم لك مقطع منه.
بقول مونشوس من ينقصه حس المواساة ليس بشرا، من ينقصه الحياء والكرم ليس بشرا، من ينقصه التواضع والخشوع ليس بشرا، ومن ينقصه الإحساس بالحق والباطل ليس بشرا. هلا أنا بشكرك لأنك عذبت حالك لحتى تترجم لي هذا الكلام، بس بصراحة أنا ما فهمت شو اللي حبيت توصل لي من خلاله بالضبط. اللي حبيت لك إياه إنه أنا وأنت بشر، وبعتقد هذا جيد. محبوبي قبل الكل، محبوبي قبل الكل. عندك شيء يا أبو السل؟ في شغلتين بس عجيت تركت لك اياهم على الوش سيدي، يا ريت شفنا اياهم. ماشي يا أبو كلاف. احترامي. أهلا وسهلا، تفضل. شو شكلك مو نايم طول الليل؟ ولا لحظة. إمتى سمعت الأخبار آخر مرة؟ قبل ما أطلع من البيت. ليش خير؟ صاير شيء؟ من شوي طلعت مظاهرة ضخمة بطرابلس، والمتظاهرين عم يتهموا فيها شمعون وجماعته إنهم هن اللي قتلوا المتني، فقاموا حرقوا المكتبة الأمريكية ونهبوها، فهجمت عليهم قوات الأمن برصاص الحي، وكانت حصيلة الاشتباكات 35 قتيل و200 جريح. يا عمى مذبح هاي. وبمجرد ما تناقلت الإذاعات الخبر انفجرت مظاهرة بصور عم بيقولوا إنه انتقلت لبيروت وبعلبك وصيدا وشوفوا راشيها. المهم هلأ في اثنين من زعم الحركة الوطنية بدهم يرجعوا على لبنان، ومثل ما بتعرف التهريب صعب لأنه في تجديد على الحدود. لهيك قلت لحالي إذا فينا نستخدم سيارة السفير صديقك. لازم تعرف يا برهان بيك إنه سعادة السفير عم يقدم خدمات لا تقدر بثمن لدعم الأمن الوطني، لأنه عم يزودنا بكل محاضر جلسات سفراء حلف شمال الأطلسي، وما بيصير نهائياً نعرض حياته للخطر. الصراحة يا سيادة المقدم أنا حكيت مع المعلم وهو وافقنا نستخدم سيارة سعادة السفير. والله المفروض اللي يوافق بالدرجة الأولى هو سعادة السفير ذات نفسه، ما هيك يا سيد برهان؟ مظبوط، بس المعلم مقتنع أنه سعادة السفير صديقك ما بيرفض لك طلب. صح، هو لحد هلأ ما رفض لي طلب، بس اللي ما بيشوف من الغربال يا برهان بيك الأعمى أحسن منه. بفهم من كلامك إنك ما رح تطلب منه؟ بلا، رح أطلب منه، رح أطلب منه إذا المعلم طلب مني أطلب منه، بس ما بقدر أضمن موافقته. المعلم وعد الجماعة أنهم يكونوا اليوم ببيروت أو بكرة على أبعد تقدير. خلص أنا بتصل بسعادة السفير وخبرك. لا تكلف. احترامي سيادة المقدم. ألو، مرحبا. يعطيك العافية. ممكن نحكي مع سعادة السفير لو سمحت؟ قل له عبد الرحمن.